إذا فاتني وقت من الصلاة فهل أصليه مع وقته المقابل أم أصليه حين أذكره؟ جزاكم الله خيرا. الواجب المبادرة لقضاء الصلاة التي فات وقتها إما بنوم أو نسيان، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة ولا تؤخر إلى الوقت المشابه لها، لأن هذا من قول العوام ولا أصل له في الشرع، والشارع أمر بالمبادرة بقضاء الفائتة في أي وقت تذكرها أو استيقظ من نومه، فإنه يبادر بقضائها في أي وقت. جزاكم الله خيرا.